السلام عليكم. النهاردة حابة اعمل معاكم ايس كريم الاوريو بطريقة سهلة جدا وبسيطة. طريقة النهاردة هتعجبكم جدا جدا، مش عشان هي ساقعة بس، لا علشان طعمها لذيذ. غالبا اللي بيعمل ايس كريم بيستخدم الكريم شانتيه، النهاردة احنا مش هنستخدمه خالص، هنستخدم بديل ليه لكن احلى واطعم والذ، حاجة كده هتخلي الطعم غني قوي وكريمي قوي. إيه كمان المكونات؟ يعني مش هنستخدم غير مكونين اتنين بس طبعا غير البسكوت. فطريقتنا النهاردة مميزة جدا جدا في الشكل وفي الطعم. يلا بينا نبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول. في الأول كده هتيلي 5 أكياس من بسكوت الأوريو، تمام؟ كل اللي هنعمله ان احنا هنفتح الأكياس ونطلع البسكوت، نقسمها نصين ونحط البسكوت في طبق ونحط الكريمة في طبق. بصوا سهلة ازاي، يعني حاجة بسيطة جدا. لكن انت ما تحطيش البسكوت في الطبق كده زي ما انا عملت، لا هاتي كيس التلاجة او الكبة وكل البسكوت ما تشيلي بينه الكريمة تحطيه في الكيس، علشان احنا هندغدغه دلوقتي زي ما انا بعمل كده. تحطيه في الكيس على طول وتجيبي النشابة او ايد الهون وتكسريه لحد ما يبقى مفتفت كده بس خشن، يعني مش عايزينه ناعم قوي. نحطه في طبق وننزل عليه بمعلقتين زبدة سايحة ونبتدي نقلبه كويس. الزبده بتخلي البسكوت طعم حلو قوي، يعني طبعا بتحليه بزياده، لكن لو ما عندكيش زبده تقدري تستغني عن الخطوه دي. هقلبه كويس وهحط نص كميه البسكوت في القالب. القالب احنا ممكن نستخدمه زي ما هو على طول، ممكن نحط فيه ورق زبده زي ما انا حطيت ورق كده. ده لو انت عايزه تطلعي يعني تورتايه الايس كريم كده سليمه زي ما هي، فحطي ورق زبده عشان تقدري تطلعيها كامله. نعمل بقى الكريمة. نجيب 2 كوباية من الحليب ومعاهم 1 كوباية بودرة كريمة لباني، تمام؟ ننزل عليها بالكريمة اللي هي كانت مع البسكوت، ودي طبعا هتديها طعم مسكر لان الكريمة دي مسكرة جدا، هتديها نسبة السكر اللي احنا عايزينها. بس انا يعني زودت كده فنجان صغير من السكر، يعني ما حطيتش كمية كتير علشان انا عايزة الحلو يكون السكر بتاعه زيادة، لكن انت ممكن تكتفي بكمية الكريمة بس. الكريمة هتظبط السكر وهتظبط كمان القوام بتاع الخليط اللي احنا بنحضره. انا هنا نقلته في درق كبير علشان اعرف اخلط كويس. نخفق كويس قوي بقى لحد ما يتضاعف حجمها كده وتبقى متماسكة. كام دقيقة كده وهتلاقي الكريمة كلها تماسكت معاكي. بصي هي متماسكة لدرجة ان هي مش بتنزل من الدرق جامد، يعني مش سايبة قوي. فانا هنزلها بالسباتولا، هنزل الكمية كلها وهسويها. وهنا استخدمت بودرة الكريمة اللباني لان طعمها غني جدا جدا، طبعا هي طعمها احلى من بودرة الكريم شانتيه. اغلب اللي بيعمل ايس كريم بيستخدم الكريم شانتيه اللي هو الخام. فانتي لما تروحي عند محل خامات الحلواني او مستلزمات الحلواني قولي له عايزة بودرة كريمة لباني وحضريها بالطريقة اللي شفتيها دي، هتاكلي احلى ايس كريم. الطعم مختلف، غني جدا، كريمي اكتر، فعلا هيعجبك. هو يمكن غالي شوية عن الكريم شانتيه لكن الطعم احلى. فلو انتي مش حابة تجيبيه ممكن تستخدمي الكريم شانتيه العادي وتعملي نفس الخطوات زي ما شفتيها بالظبط. انا حطيت القالب في التلاجة ساعة، هو المفروض يقعد 3 ساعات 4 ساعات عشان يبقى متماسك اكتر، لكن انا حطيته ساعة بس عشان اكمل تصوير، بس يعني متماسك الى حد ما. فطلعت كده قطع عشان نشوفها، القطع متماسكة وطبعا طبقة الكريمة دي طعمها هايل زي ما قلت لكم. وجربوا على ضمانتي ان شاء الله هتعجبكم. والبسكوت من فوق ومن تحت طعم الحلو مميز قوي، تحلية صيف حلو قوي لذيذة. ان شاء الله لما هتجربوها هتعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله.